وقد حرص رئيس السيسي على الاطمئنان من المهندسين والخبراء الاستشاريين عن مراحل سير العمل والكفاءة الفنية والإنشائية لمحور التعمير. كما وجه رئيس السيسي في هذا الإطار بالالتزام بالخطة الزمنية لإتمام الأعمال الإنشائية ورفع الكفاءة مع مراعاة تطبيق أفضل معايير السلامة والأمان. كان مهم أن الناس تسمعوا مننا، لأن ده محل نقاش كبير من المهندسين طبعا اللي هم المعنيين بحالة الطريق وكفاءته، وحتى من المواطنين ان هم يبقوا مطمنين ان الطريق دوت رغم ان هو اتعمل زي ما حضرتك قلت في ظروف يعني تربة صعبة جدا جدا في البحيرة او في الملاحة على طول ال 35 كيلو، لكن الاجراءات الهندسية اللي اتعملت والاعمال التنفيذية اللي تمت تحقق اقل قدر، إذا كان التعبير ده مناسب، أقل قدر من الضرر للطريق على مدى زمني كويس. توافقنا على كده على التعبير ده؟ أوافق على كده. توافق على كده؟ هو ده مظبوط. وإحنا مطمنين يا دكتور عبد السلام، لأن إحنا لما حصل نقاش في هذا الأمر قلنا عايزين يعني أنا ما قلت شيخ ما أقصدش بيها أكتر من يعني هو ال- 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 الكبير العلامة في هذا المجال يبقى معانا في ربنا يبارك في حضرتك، يبقى معانا في الموضوع عشان يعني مش بس على قد المره الاولانيه خالص لما قلنا نعمل فحص للواقع اللي تم، لا قلنا يبقى موجود معانا لغايه لما ننهي الطريق ان شاء الله ونطمن ان احنا تبقى يعني على الاقل اللي احنا متوقعينه هو اللي بيتم. يعني طالما ان حضرتك قلت لي النهارده ان احنا في الصيانات الدوريه او الصيانات الطبيعيه للطريق هي دي اللي هتقابلنا اثناء عمليات الهبوط وهنعالجها، خلاص يبقى الامور كده يا دكتور مصطفى تبقى عاديه مش كده يا فندم؟ تبقى كده مقبوله يعني.